الفنان منير خليفة، أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن. ميرسي، أهلا وسهلا فيك جوزيف. نحن للسنة الثانية معك بريسيتال الألام، وتحديدا بكنيسة مار يوحنا المعمدان المارونية بوادي شحرور. قدمت الريسيتال رئيسة التحرير هلا المر مثل السنة الماضية، وكانت كلمة لكاهن الرعية الأب توني كرم. بس الفرق عن السنة الماضية إنه السنة أثنوا أكتر وأكتر على أدائك وتميزك، شو سر السنة؟ ليك على طول أول مرة إلا مثل ما بقولوا بتجي زيارة، أول مرة تكتشف العالم، تكتشف البيت، تكتشف أنت وين. يعني أول مرة كنت ضيف، تاني مرة بتصير حس حالك من أهل البيت، مش هناك يمكن بصير عندك هالقرب بينك وبين الجمهور اللي قبالك. يعني أنا وادي شحرور صرت بعتبرهم مثل أهلي، بعتبرهم مثل يعني مثل إخواتي، إذا بدك مثل أصحابي. سو هيدا الشيء اللي خلق إذا بدك هالرابط بيني وبينهم، أنه يكون السنة يمكن عم بعطيهم أكتر من قلبي من السنة الماضية. قد بيختلف منير خليفة بالغناء عن منير خليفة بالترنيم؟ هو أشواط لا لك بيختلف على المسرح أكيد، وعلى المذبح شي تاني، بس الإحساس إحساس. يعني إحساس اللي بعطيه أنا وعم بغني هو نفس الإحساس اللي بعطيه أنا وعم برتل، بس بالترتيل إلو وقعه، إلو الموقع اللي أنت موجود فيه أكيد بيفرض عليك أنك تعطي من إيمانك اللي بقلب قلبك جوا، غير الفن اللي بتبقى عم تعمله على المسرح بتكون أنت عم تعطي فرح، عم تعطي سعادة الموجودة عندك عم تنقلها للناس. هذا الشيء إذا بدك فيه يكون أن كومان بين المسبح والمسرح، بس كل محل والوقعه. هل تعتبر أنه الترنيم هو واجب على كل فنان؟ يعني كل فنان لازم يمجد الرب إذا عنده هالموهبة الحلوة، الصوت الحلو؟ هلا هيدا حسب اذا هو الشخص عنده هالموهبه، لان في عندك ناس بتقلك انا بغني بحب اني رتل بس ما بعرف، وفي ناس بتقلك انه في ناس عندها اثنين. يعني كتر خير الله انا ربنا انعم علي انه عم بقدر رتل وغني بنفس الوقت، وهذا الشيء يمكن من اصعب القصص اللي معقول تقدر تعملها تفصل بين الغنى والترنيم. برصيدك ثلاث ترانيم، رب انتصر، امي، وشكرا يسوع. ترنيم الرابعه امتى؟ بتعرف انه هلا انا وبالريسيتال هلا انعرض علي كلام، ان الله راد قريبا بركة على عيد السيدة اذا الله راد، ناطرين تنشوف هلا كذا كلام ولحن، وان شاء الله بيبصروا النور قريبا اذا الله راد. اخيرا، شو امنياتك بعيد القيامة؟ اكيد مثل كل لبناني عايش بهالبلد وعم نشوف شو عم نعاني وعم نشوف الوضع اللي عندنا قد ايه عم يزداد سوء وقد ايه العالم ما عم فيها تعيش، اكيد بنتمنى انه ان شاء الله يا رب تكون ايام لبنان بهالعيد يكون وجه خير، قيامة المسيح تكون خير على بلدنا وعلى كل شيء حوالينا، هذا أهم شيء. وأكيد على سعيد الشخص إن شاء الله يا رب أنه تكون هالسنة حاملة نجاحات أكثر من السنين اللي قطعت قبلها إن شاء الله. وحبيبي وحبيبي أي حال أنت فيه، من رأك فشجاك، أنت المفتدي يا حبيبي. أي ذنب حمل العدل بني فأزادوا جراحا ليس فيها من شفاء. يا رعية وادي شحرور، كنيسة مار يوحنا المعمدان، تم اختياركم للفنان منير خليفة لأحياء ريسيتال الألام. ليش منير بالذات؟ بحب كتير أنا أنه الخيار لحدا يقدر يساعدنا نصلي يكون شخص مصلي وشخص عنده شهادة بحياة الكنيسة وملتزم فيها. فمنير منعرف أنه منقدر نسرق منه وقت بتنين أو ثلاثة الألام، لأنه من الأربعة لا تنين القيامة بيكون عنده التزاماته الرعوية،
ومن هون بيجي اختيارنا الأول لأنه منير يكون عم بيساعدنا لنصلي، لأنه منعرف أنه هو شخص عم بيصلي قدامنا، وبالتالي أكيد رح يقدر يحملنا، لأنه مش بس بصوته وبفنه إنما كمان بصلاته وبإيمانه، وهو كلهم بينقلهم بإحساس كتير كبير. فلهيك خيارنا عم بيكون مع منير خليفة، وبالفعل عم بيكون خيار صائب، ومنير عم يقدر يحملنا للسماء بصوته وكمان بإيمانه. موران موران افتح لي هلأ حضرتك موجود عزفت لمنير خليفة ريسيتال الألام. بالبداية خبرنا أول شيء كيف التناغم بينك حضرتك كموسيقى وبينكم منير كفنان؟ أنا ومنير لنا حوالي 10 سنين نشتغل سوا، أنا بعزف وهو بغني، بلس بيسجل عندي بالستوديو بشتغل معه توزيع وتسجيل، وأرادي فيها الكيمستري أنا وياه، دجا بنعرف بعضنا مزبوط موسيقيا. بيير اليوم عزفت بشكل كتير حنون بريسيتال الألام مع منير خليفة، شو سر هالعزف؟ هو العزف إحساس، وإذا الصوت اللي عم بيغني معك فيه إحساس بتعطي إحساس أكتر. قامت مريم بنت داود إذا العود تندو بابنها المصلوب بأيدي الجنود، رمح الحزن غائص في نفسها ومن ألمه غابت عن حسها، ثم فاقت الوالدة وصاحت يا ولدا. ريمي دايما منشوفك بالريسيتالات ومنشوفك أكتر شي بالحفلات مع منير خليفة، شفنا كمان على السنة مع غير فنانين. أول شي قديش أنت عم بتقدم كمان للكنيسة ولطيفتك بهالمجال؟ بحكم كتير سفر وهيك بجرب قد ما في بس كون بلبنان، يعني يكون عنا ريسيتالات دينية يكون عم بقدر خدها، لأنه يعني بما أنه أنا عم بعزف وعندي هالموهبة والله عطيني إياها، فبقدر هيك يطورها وقدم ريسيتال فيد العالم فيها. بما أنه أنا شغلي بالموسيقى بحب قدم هذا الشيء للرب، وأكيد يعني ما بده مين يعرف، أنا بالنسبة لي الدين هو بيني وبين ربي، يعني الشغل منقبض عليه أوكي، بس الدين هو بليزير مثل ما بيقولوا يعني كرمال واحد يقدمه. طيب بدنا نقول الفرخ البطعوم وتصير تلحن مثل بيك جوزيف مراد؟ هلا أنا بلحن يعني بس ما كتير عم بشتغل بالتلحين، لأنه عم بكون عم بشتغل بالتوزيع الموسيقي، مع أنه التوزيع الموسيقي هو تأليف وتلحين نفس الوقت، لأنه نحن عنا اللحن الأساسي والتوزيع هو تلحين جمل أخرى على اللحن الأساسي، يعني هي تلحين وتأليف كمان. طيب شو بتقلي عن صوت منير بالتريتيل وبالأغاني؟ أنا بالنسبة لي منير من الأصوات اللي كتير يونيك وفيه إحساس حلو، وبشكل أنه عم بيأدي تكنيكلي صح وحلو وفي إحساس بنفس الوقت، وبيعرف كل ترتيل يعطيها حجمة بالعرب وحجمة بالدايناميكس، يعني عم نحكي النيوانسات إذا عم بيقوي ولا عم بيخفف، وبيصيب ستايل. يعني اليوم إذا بنحضر بالريسيتال أدى قصص يونانية، أدى قصص فولكلورية، أو إذا بنقول من التراث الماروني يعني، وأدى قصص هي ألحان غربية على كلمات عربي كمان. في
في خلائقك لا تعرفوا كل الأخبار الفنية، زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.